ماشي استاذ. اذا ابسولوت فاليو لاكس اكبر او ايكوال اي، يعني كاني انا عم اقول لك دور لي على بوينت ام لتكون المسافه منها للاو اكبر من 3. اجت الماس حط لي اياها هون الام، تلماس تاني حطها هون. طب انت هون الاكس للام مش اكبر من 3، فاذا الاكس اكبر او ايكوال اي. هذا اول خيار. تاني تلماس اذا بدي امشي على خيار وحط لي الاكس هون، الاكس لهاي أصغر or equal شو؟ ناقص A. طلعت القاضي معي يا استاذ. أنت خلص بقول لك absolute value لx أكبر or equal A. إذا بتحطها على الأكسس إذا نسيت القاضي، مرة بتحطها هون المسافة منها للأو أكبر من 3، مرة بتحطها هون أكبر كمان من 3 المسافة، عم بحكي distance. فإذا x أكبر or equal A or x أصغر or equal شو؟ ناقص A. هاي القاعدة تالتي. فإذا ناخذ اكزامبل عنا لنفهمها. Absolute value لx بلس 4 أكبر أور إيكوال 5. هاي اللي شو قلت لك بتعتبرها distance، دغري بتقوم بتقول له يا أستاذ x بلس 4 المسافة لتكون أكبر من 5، يعني x بلس 4 أكبر من 5 أور x بلس 4 أصغر من ناقص 5. طب بتقول لي طب كيف بدي اشتغلها على الاكسس؟ صار هيك لك حط قدامك هيك ها وهيدي بوينت او. شو بتجي بتقول انت هون؟ بتعتبرها هيدي المسافه ديستنس، بتقول بده اياه اكبر من 5، هاي 5 وهاي ناقص 5، ليش بحط على طول لانه مسافه؟ طيب بده المسافه اكبر من 5، يعني يا هون الديستنس نقطه بتكون يا هون. طب اذا هون يعني هاي الاكس اللي لها شو اكبر من 5، واذا هون أصغر من ناقص 5، يعني موقع البوينت هون أصغر من ناقص 5، فإذا x أكبر من 5 ماينس 4، x أكبر من 1، أور x أصغر من ماينس 5 ماينس 4، x أصغر من ناقص 9. طيب، في كم فكرة كتير مهمة بدي انتبه لهم، الكل ينتبه عليهم هودي. إذا إجاك استاذ important هاو شغلتهم بسيطة. absolute value لx equal number negative، يعني كأنه عم بيقول absolute value لx equal minus 2، شو بتقول له دغري؟ no solution، وحكيت عن نهايتي. طب إذا إجاك absolute value لx أكبر من مثلا ناقص 4، طب أنا عم أقول لك مسافة أكبر من ناقص 4، شو رأيك أنت؟ عطول لشي مرة المسافة بتكون نيجاتيف، عطول أكبر من رقم نيجاتيف بتقول له 4 أني X، يعني شو من كانت عطول المسافة أكبر من نيجاتيف. وإذا إجيك أبسوليوت فاليو X أصغر من نمبر نيجاتيف، هيدي كمان مستحيلة، كيف مسافة أصغر من رقم نيجاتيف؟ بتقول له هون No solution. فإذا إذا بدنا نجي نلخص كل هذا الدرس، نلخصه بفكرتين. أول فكرة absolute value x equal a implies x equal a or مثل تلخيص هذا إلو استاذ minus a. هون ال x positive number إجبار، عفوا مش ال x، ال a وقت عم قارنها ب a بدها تكون ال a إجباري شو؟ positive number. إجيك absolute value x أصغر or equal a، فإذا الاكس بين الماينس اي والاي، انتبهتوا على طول شو الاي هون؟ بوزيتيف نمبر. إذا إجيك absolute value لاكس أكبر أو إيكوال اي، بتقول له اكس أكبر أو إيكوال اي، أور اكس أصغر أو إيكوال ماينس اي، كمان الاي بوزيتيف نمبر. للبارتيكولار كيس، إذا شي مرة إجيك absolute value لاكس إيكوال نمبر نيجاتيف، شو بتقول له؟ نو solution. absolute value لx أكبر من negative، شو بتقول له؟ for any x، هيدي إشارة ال for any x. absolute value لx أصغر من negative كمان number المقصود، شو بتقول له؟ no solution. هيدا هو كل درس ال absolute value. طيب ماشي، رح نعطي كم example هلا بعد لحتى نمرقهم هودي، رح نعطي كم اكزامبل بسيط
على الابسوليوت فاليو. الكل ينتبه لي عليهم هودي، انتبهوا لي شوي. سالف absolute value ل 1 minus x equal minus 5. هاي استاذ مش لازم تفكر فيها، كيف absolute value equal negative؟ شو بتقول له دغري؟ no solution. طيب absolute value ل x minus 4 equal absolute value ل minus 2. بتقول لي هاي نيجاتيف؟ لا لا هاي مش نيجاتيف. ابسوليوت فاليو لماينس 2 شو بتساوي؟ 2. يا بتقول له ابسوليوت فاليو لاكس ماينس 4 ايكوال 2 امبلايز يا اكس ماينس 4 ايكوال 2 او اكس ماينس 4 ايكوال شو؟ ماينس 2. بعدنا اخذين قاعده ابسوليوت فاليو لاكس ايكوال اي يا اكس ايكوال اي يا اكس ايكوال ماينس اي. اذا اكس ايكوال 2 زائد 4 6 او اكس ايكوال ناقص 9 زائد 4 ايكوال شو؟ 2. طيب انتبه يا عشوائي، 7 ناقص 3x minus 5 over 2 هيدي absolute value ايكوال شو؟ 3. سؤال سولفرك جيب اكس، ترك الاكس عمله هوديك عمل. يا ماينس 3x ماينس 5 اوفر 2 بالابسوليوت فاليو ايكوال 3 ماينس 7 ماينس 4. ماينس وماينس بيروحوا، صار ابسوليوت فاليو ل 3x ماينس 5 اوفر 2 ايكوال 4. طيب ابسوليوت فاليو لاي يا غبي، مش هي ابسوليوت فاليو لاي اسمي absolute value لبي؟ طب ما البي قديش؟ 2 positive، يعني فيك تكتبها 2 equal 4. شو بتعمل هون استاذ؟ cross multiplication، يعني absolute value لل 3x minus 5 equal 8. رجعنا لأول قاعدة، إذا absolute value equal رقم يا 3x minus 5 equal 8 أو 3x minus 5 equal شو؟ ماينس 8. يعني 3x equal 8 زائد 5 13، يعني x equal 13 على 3 أو 3x equal ناقص 8 زائد 5 يعني ناقص 3، x equal ناقص 3 على 3 ناقص 1. كمان هيدا يعني تطبيق قواعد مش أكتر هيدا الدرس. هلا استاذ انتبهوا لي على هيدي منيح. absolute value لا absolute value لx minus 5 equal 6. طيب ما تضيعك هيدي استاذ، انت absolute value لهيدا بتساوي رقم، يعني هيدا اللي جوات absolute value بالاول يا بتساوي 6 يا هيدا اللي جوات absolute value بتساوي ناقص 6. خليني اشتغل ابسوليوت فاليو لاكس ناقص 5 ايكوال 6، بترك الابسوليوت فاليو عمايلي 6 زائد 5 11. طب ابسوليوت فاليو لاكس ايكوال رقم، هذا رقم بوزيتيف ولا لا؟ اذا عندي خيارين، يا اكس ايكوال 11 يا اكس ايكوال شو؟ ناقص 11. بينما ها ترك الابسوليوت فاليو هاي عمايلي، تجي هاي لهون ناقص 6 زائد 5 ناقص 1. شو رأيك بالكتابة استاذ؟ absolute value لاكس ايكوال رقم نيجاتيف. نو solution. طب
بعد رح نعطي فكرة واحدة أو example واحد بعد absolute value ل x minus absolute value ل x equal 2. هون ال x هو قايل لي ال x negative number. absolute value ل x minus هل absolute value ل x equal 2 عندها خيارين. هذا اللي جوا، اللي جوا اعتبرها تيرم، تيرم ابسولوت فاليو لتيرم ايكوال 2، فاذا اللي جوا يا بيساوي 2 او اللي جوا بيساوي ماينس 2. بعدين بنشوفها، شو معنات اكس اصغر من زيرو؟ شو معناتها؟ يعني نيجاتيف الاكس، شو بتطلع لبرات الابسولوت فاليو؟ ماينس اكس، صارت اكس ماينس، وهي بتطلع لبرا ماينس اكس، شو بتصير؟ اكس بلس اكس ايكوال 2، يعني 2 اكس ايكوال 2، فإذا x equal شو؟ 1. بينما هون x كمان هون equal minus 2 عفوا، x شو بتطلع هاي لبرا؟ minus x، وفي minus x plus x equal minus 2، 2x equal minus 2، x equal شو؟ minus 1. طيب استي، بس شو قايل لي هون هو؟ قايل لي x شو؟ negative، يعني هيدي شو بقول له؟ rejected، وهيدي accepted. فاز بهذا الدرس كثير، بترجعوا بتقروا القواعد منيح، ما في شيء، القواعد كثير جدا بسيطة ومن ورح نحل عليها بطاقة إذا الله راد، بطاقة شاملة على الأبسوليوت فاليو. يعطيكم العافية.